احنا فاضل لنا حاجتين بس حلو كده. فاضل لنا حاجه اسمها البيكس، فاكرين في الخرسانه مش احنا حاجه خدنا حاجه اسمها الانتجر بيكس، بناخد شريحه في اكس وشريحه في واي ونجيب المومنت في اكس والمومنت في واي ونصمم صح كده. احنا عايزين نعمل الكلام ده بس حاجه على حاجه اسمها سنتر بيكس. خلاص لا احنا هنتكلم عليه النهارده تمام. السنه اللي فاتت كنت حاجه اسمها الانتجر في سنتر بيكس، لغينا الانتجر بيكس بمعنى تقريبا سالي نص مره فتحظوظ حلو يعني والله العظيم الترم ده يعني غريب. الحمد لله. ايوه لا السنه اللي فاتت بالظبط كان عندهم انتجر بيكس اتلغى، كان عندهم حاجه اسمها انترفيشن اتلغى، في جزء السويد ما كملش ف كنتوا الدنيا ايه ماشي معاكم الحمد لله يا رب تصلح تكمل في السنه يلا. فاحنا هنشرح النهارده السنه اللي فاتت كان في حاجه اسمها طب طلع قدام ده عايز يجي قدام يجي او يوقف ولا عايز يحط بس ولا طب خلاص هو طب هيبقى ضربه ولا يقسمه عادي؟ لا هيبقى هنا هو هنا يا دوبك ماشي. يلا يبقى احنا هنتكلم عليه النهارده خلاص ما حدش يتكلم. هنتكلم على السيركلر بليس. ايه السيركلر بليس دي؟ شايفين الورقه دي؟ الورقه دي على شكل مربع تمام. احنا هنصمم بلاطه بس بدل على شكل مربع على شكل زايده. طب الكلام ده موجود فين؟ عارفين الخزانات؟ يبقى في حاجه اسمها سيركلر تاني. السيركلر بنخزن فيه ميه خلاص. البلاطه بتاعته من تحت على شكل دايره والروف بتاعه على شكل دايره خلاص. احنا بنصمم ايه؟ البلاطه بتاعت الروف او البلاطه بتاعت الايه؟ الارضيه خلاص. هتاخدوها امتى؟ السنه الجايه في الخرسانه. هنصمم حاجه اسمها الووتر ستراكشر او المنشآت اللي فيها ميه خلاص. بنحط المنشآت اللي فيها ميه تمام، ممكن نحطها في ريكتانجلر تاني تمام، ممكن نحطها في سيركلر تاني. فاحنا بنصمم ايه؟ البلاطه اللي تحت اللي على شكل دايره خلاص. فاحنا عرفنا هنصمم ايه او هنشتغل على ايه. طب احنا عشان نصمم محتاجين ايه؟ محتاجين نجيب مومنت وشيل. وفي البلاطات هو ما فيش مومنت في اكس بس، لا بيبقى في مومنت في اكس وفي واي. كنا بناخد في الخرسانه شريحه في اكس وشريحه في واي خلاص. فاحنا هنعمل ايه؟ تمام هنجيب المومنت في اكس والمومنت في واي. بس هنا احنا عندنا البلاطه على شكل دايره، لو هي ريكتانجلر هنجيب ام اكس وهنجيب ام واي صح كده، ونصمم الشريحه في اكس ونحط حديد في اكس، ونصمم الشريحه في واي ونحط حديد في واي. لكن دلوقتي لما البليكس على شكل سيركل بنحط الحديد ازاي؟ بنحط الحديد حاجه اسمها اللي هو في اتجاه القطب والعمود عادي خلاص كده. يبقى احنا هنعمل ايه؟ احنا في السيركل بليكس بنحط حديد في اتجاه الريديوس وحديد في الاتجاه العمودي عليه اللي هو على شكل حلقه. يبقى احنا بنحط نوعين حديد، حديد على شكل رينج وحديد في اتجاه الريديوس خلاص. يبقى اتجاه الريديوس ده هنجيب له ام اسمه ام ار خلاص كده. يبقى احنا في اي بلاطه بيبقى عندنا اتنين مومنت، وكل مومنت بنحط في اتجاه حديد خلاص. بالنسبه للسيركلر بليت احنا بنحط اتنين حديد، حديد في اتجاه الريديوس وحديد على شكل حلقه خلاص كده. يبقى اللي على شكل حلقه ده دي مومنت اسمه ام سيتا او ام تانجنشال، والمومنت اللي في اتجاه الريديوس اللي بنحط له حديد في اتجاه الريديوس اسمه ام خلاص. يبقى احنا عايزين نحسب الام ار والام سيتا خلاص، وعايزين نجيب كمان الشير. ليه؟ عشان ما نشيلش شير، بس دايما الشير بيبقى سيف في البلاطه خلاص. يعني احنا ليه ما بنعملش تشيك شير في البلاطه؟ دايما بنعمل حاجه اسمها ايه؟ ما بنعملش حاجه اسمها وان واي شير خلاص؟ لان الطول اللي بيتقطع بيبقى طويل جدا، يعني ابعاد البلاطه مثلا بتبقى 10 متر 10 متر. فعشان كده نتيجه ان العرض اللي بقسم عليه بيبقى كبير قوي، فما بنعملش تشيك شير في البلاطه. بس احنا في السنتر بليت هنجيب شير وهنجيب ام سيتا وهنجيب ام ار خلاص؟ حلو قوي. احنا اي بلاطه بنصممها في حياتنا بنعمل لها تو ستيبس، حاجه اسمها تشيك سيرفيسابيلتي ان احنا بنتشيك ديفليكشن، والمرحله الثانيه مرحله الديزاين ان احنا بنجيب ام اكس وام واي او ام ار وام سيتا ونحط الحديد في اتجاه السيتا او تانجنشال وفي اتجاه الاكس خلاص؟ يبقى احنا برضه محتاجين نجيب الديفليكشن عشان نتاكد ان الديفليكشن بتاع البلاطه دي مش كبير، عشان ما يحصلش شروط تخوف للناس. ممكن ما يقعش اه، بس هتعمل شروط هتخلي الناس تخاف وتمشي خلاص. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب ديفليكشن، وعايزين نجيب انجل روتيشن، وعايزين نجيب ام ار وام سيتا ونجيب الشير خلاص كده. يعني عايزين نجيب مومنت كانه في اتجاه اكس تمام، بس احنا بنقول مومنت في اتجاه الاكس، والمومنت العمودي عليه اللي هو في اتجاه التانجنشال هو الحلق ده، وعايزين نجيب الشير
وكمان عشان هنشيك الديفليكشن محتاجين نجيب الديفليكشن والاستوبر. خلاص كله فاهم بعد كده عايزين نعمل ايه؟ خلاص يبقى احنا كل اللي عملناه النهارده والمره الجايه والمره اللي بعديها ان احنا عايزين نجيب ديفليكشن انجل اوف روتيشن او السلوب والمومنت في ار وثيتا والشيء. خلاص كده ماشي حلو. طب احنا البلاطه بتاعتنا على شكل ايه؟ البلاطه بتاعتنا على شكل دايره، حاجه في المنظر ده. خلاص احنا اللي بنلبسه في الكورس السنه دي حاجه اسمها اكسي سيمتري سيركلر بليتس، يعني بليتس اللود عليها سيمتري. يعني ايه؟ يعني لازم يكون لو هو كونسنتريتد يبقى موجود في النص بس. طب لو هو ايه يبقى موجود على الاريا كلها من اولها لاخرها، يعني عليها كلها من اولها لاخرها. والسبورتات كمان لازم يكون فيها سيمتري. يعني ايه فيها سيمتري؟ مش البلاطه على شكل دايره، يبقى لازم السبورتات تكون على الدايره بالكامل كده مثلا. يعني لو انا هحط فيكسل يبقى الفيكسل ده داير ما يكون. خلاص والهنج نفس الكلام، لازم البلاط تكون اكسي سيمتري، يعني سيمتري في السبورتات وسيمتري في اللود، يا يعني اما عليها لود كونسنتريتد في النص او عليها اريا لود على البلاطه كلها من اولها لاخرها. خلاص والسبورتات داير ما يدور. خلاص يعني ما ينفعش احط شويه سبورتات في حته وحته ثانيه، لا داير ما يدور. خلاص سواء انجن او فيكسل. خلاص باختلاف الانجلز بقى، يعني على حسب انا هسيب فراغ قد ايه ما بين كل سبورت، بس لازم يبقى داير كله زي بعض. اه بالظبط كده، لازم السبورتات تكون فيها سيمتري ولازم اللود يكون فيه سيمتري. خلاص كله فاهم لحد دلوقتي؟ فاحنا هناخد نوع واحد من السيركلر بريز اللي عليه لود يكون فيه سيمتريا في السبورتات او في الجيومتري وكمان في اللود. خلاص حلو. طب ايه رايك لو انا عندي بلاطه بالمنظر ده؟ حلو ده كده فيكس سبورت، يعني ده بقى شرط ماشي غير ما يدور. وعليها اريا لود 2 طن بير متر سكوير على الاريا كلها. حلو قوي. احنا بقى ما بنرسمش 3 دي، احنا بنرسم لكم اليفيشن. فلما اجي ارسم اليفيشن اروح عايز حاجه مستطيل بالمنظر ده كده، ده اللي هو سيكس البلاطه. حلو كده؟ واحط السبورت في الاول خلاص كده، واحط لكم عليها ديستريبيوت اللود اهو 2 طن بير متر سكوير. يبقى انا دي مش بي، هو هيكتب لك عليها اكسي سيمتري سيلولر بلين. يبقى انت فاهم ان دي عباره عن دايره تمام، والسبورتات داير ما يكون واللود على الاريا كلها اللي هو المنظر ده هو ده. خلاص كده؟ يبقى احنا فاهمين ان المنظر ده مش بيم، يعني لو رسم لك حاجه بالمنظر ده ما تقوليش ان دي بيم فيكسد فيكسد وعليها ديستريبيوتد لود، لا هو بيكتب لك ان المساله دي مساله اكسي سيمتري سيركلر بليت، يعني هو بيقول لك ان دي مساله سيركلر بليت. خلاص؟ حلوه. يبقى المساله دي مش مساله بيم، دي مساله بلاطه دائريه والسبورتات عليها داير ما يكون واللود على الاريا كلها، كلنا فاهمين؟ يبقى لو رسم لك الاليفيشن بتاع ده تفهم ان ده هو هو. خلاص؟ طب لو حط لك مثلا كونسنتريت اللود يبقى بلاطه دائريه وعليها اللود في النص عشان تحافظ على اكس سيمتري. خلاص؟ يبقى هيرسم لك حاجه بالمنظر ده. كلكم فاهمين؟ ماشي. نبدا بقى المسائل، كلنا فاهمين احنا بنرسم ايه عشان بس التخيل يعني. يبقى ده كده يا عمر تمام، ده بلاطه دائريه يا عمر، والسبورت الفيكس ده داير ما يدور، واللود ده موجود في النص. خلاص؟ حلو. هو لو اللود على اليمين لود عشان تبقى سيمتري برضه. داير حلو، هو لو انا رسمت لكم كده خليكم معايا. عارفين ربع جنيه محروم؟ تمام؟ انا عاملين بلاطه مفرغه، يعني ايه؟ كان عندي خزان. حلو كده؟ فالرود بتاعه تمام هنعمل صيانه مثلا ولا حاجه. فمحتاج اعمل فيه فتحه دائريه عشان الراجل بتاع الصيانه يخلص. حلو كده؟ يبقى البلاطه دي لما ارسمها هي في 3 دي حاجه عامله. فيها بوينت خلاص، ده كده البلاطه ودي كده فرقه. خلاص حلو. وحطيت لود لاين لود بالمنظر ده 1 طن بير متر. حلو قوي. يبقى لما ارسمها في الاليفيشن هنا في فتحه وهحط لك كده 1 طن بير متر، معنى ان هو 1 طن بير متر ان هو لاين لود داير ما يدور الفرقه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ خلاص ما ينفعش ما تقوليش سيمتري واحد شمال واحد يمين، لا هي لازم اكس سيمتري، يعني داير ما يكون في نفس اللود، داير ما يكون نفس السبورتات. خلاص؟ كله فاهم؟ كلهم فاهمين كده؟ لو
ناخد بقى مثلا هكتب لكم ستيبس كده تمام هنعملها واحنا بنجيب الشيل تجيب اي شيء عقلي. افتكرت برضه عشان مثلا زمان في الجيمز لما كنا بنجيب الشيل او المومنت كنا بنعمل ايه؟ زمان كنا بنجيب الشيل او المومنت عند اي سيكشن يا من الشمال يا من اليمين يا اما تاخد البط اللي على الشمال بس يا اليمين بس صح كده؟ حلو قوي ده في الجيمز يعني انت كانك بتقطع وتاخد الجزء اللي على اليمين بس او الجزء اللي على الشمال بس خلاص كده؟ انت بتقول لما بيقطع بيظهر لي حاجه اسمها شيل وحاجه اسمها مومنت وهنا برضه حاجه اسمها مومنت وحاجه اسمها شيل صح كده؟ فتاخد الجزء اللي على اليمين على بعضه او الشمال على بعضه خلاص؟ طب احنا بقى في البليدز يعني احنا في البليدز كنا بنقطع وناخد يمين شمال يمين يمين احنا في البليدز بقى هنعمل ايه؟ يعني انا عندي سيركلر بليد بالمنطقه دي حد عايز ياكل غاب تمام ليه ولا ياكل غاب عايز ياكل غاب ويمشي براحتك حلو احنا قلنا ان البلاطه دي في ال 3 دي حاجه عامله كده وعليها اريا لود من النقطه الكبيره حلو احنا قلنا عشان نجيب الشير في البيمز كنا بناخد سيكشن ونبص شمال بس او يمين بس صح في البليتس بقى هنعمل ايه؟ هناخد سيكشن وناخد البلاطه اللي جوه او البلاطه اللي بره، يعني احنا زمان في البيمز كنا بناخد سيكشن البيم مثلا هوريزونتال كده فباخد سيكشن عندي عليه سيكشن فيرتيكال وببص شمال او يمين، خلاص؟ احنا بقى في البلاطه هنعمل ايه؟ انا عايز اجيب الشيل على بعد مثلا مسافه اربعه، على بعد مسافه 2 متر. ماشي؟ يعني ادي مثلا ده كده بيجي بتاع 4 متر، انا عايز اجي على بعد 2 متر واعرف الشيل كده. اول حاجه انا محتاج اعرف السكشن اللي هاخده شكله ايه احنا البلاطه بتاعتنا على شكل ايه دايره يبقى السكشن اللي هاخده على شكل دايره يبقى انا هاجي على بعد 2 متر وهاجي اخد دايره اروح عامل دايره ريديوس تحت 2 متر حلو كده يبقى انا السكشن بتاعي تمام هيبقى شكله ايه على شكل دايره خلاص واخد واروح قاطع بقى بالسكينه دي مش هقدر اقطع كده 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 كانها جت خلاص فهيبقى عندي بط جوه او بط بره في سبورتات اهو في بلد انتوا معايا؟ يبقى انا بعمل ايه في السيركلر بليز؟ باخد سيكشن على شكل دايره تبقى بلاطه دائريه طب لو كانت بلاطه مستطيله باخد سيكشن على شكل مستطيل وباخد البارت اللي فوق او البارت اللي تحت البارت اللي جوه او البارت اللي بره وادرسه لوحده في الفورس اللي عليه. السنش ده يبقى ريس؟ ايه؟ يعني السنش ده 2 متر فوق الريس؟ اه بالظبط كده يعني انا من السنتر بمشي 2 متر اللي هو السكشن اللي انا عايز اخده واروح لافف الدايره تمام واروح قاطع واخد البارت اللي فوق او البارت اللي تحت اللي جوه او اللي بره. خلاص؟ يدرس اللي بره بالفورس اللي عليه يدرس اللي جوه بالفورس اللي عليه. خلاص؟ يبقى انا باخد سيكشن على شكل ايه؟ سيكشن على شكل دايره تمام؟ واخد البارت اللي جوه او البارت اللي بره خلاص؟ كله فاهم؟ طب لو ريكتانجلر بقى زي ما حضرتك قلت كده هيبقى اولا احنا الترم ده كان عادي بس اللي فاتت ريكتانجلر بليت اتلغى خلاص كده؟ طب هي بنعمل فيها ايه؟ برضه بناخد سيكشن يعني هاخد سيكشن على شكل مستطيل واخد البارت اللي جوه او البارت اللي بره اللي جنبها طب الابعاد بتاعته يعني احنا هنا قلنا 2 متر فلفيت 2 متر هنا بقى مش عايز تجيب الشيل على بعض انت ما تجيبش الشيل هنا تاخد بانش فكرت ان البانش كان بيطلع مثلا دي على الاثنين من وش العمود فكانت تيجي من كل ناحيه بتعمل كل ناحيه دي على الاثنين وتاخد البلاطه اللي جوه او البلاطه خلاص كله فاهم؟ كله فاهم؟ اللي عايز ياخد الشباب اللي عايز ياخد غياب ويمشي براحته يعني يلف على كل غياب عايز ياخد غياب انا عايز اخد غياب الاسبوع الجاي لا والله ما بعرف اصلا بس هو انا بتاع فاضل سيدي اه ايه مش بشرح بتفضل لا 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 بقى هظبط على كده هظبط على كده مش يلا سلام المهم يبقى احنا السكشن بتاعنا على شكل ايه على شكل دايره باخد البارت اللي جوه او البارت اللي بره خلاص يلا نبدا بقى في المساله ماشي طب اسالك سؤال هو احنا زمان لما كنا بنحسب الشيل مش احنا بنشوف احنا بنحسب الشيل من الشمال فبناخد اشارات الشمال اللي هي اي فرصه طالعه بتبقى بوست يعني احنا كان عندنا حاجه اسمها ساين كونفنشن في البيم بتقول لك الشمال وطالع اليمين ونازل يعني لو انا بحسب من الشمال البوست بتاعي هو اللي فوق ولو بحسب من اليمين البوست بتاعي هو اللي تحت خلاص ماشي طب احنا بقى في البليتس عندنا ايه عندنا يا جوه يا بره
خلاص. فقال لك ايه؟ قال لك اللي جوه اللي هو دايما بيبقى ماشي ماشي. خلينا نقول اللي جوه انا هقطع مثلا هيطلع لي بلاطه اهي وبلاطه تحت اهي كده فتحه خلاص. شبه الربع جنيه المخروم. فانت لما تشيل الدايره يعني انت كانك ايه قطعت تمام جزء على شكل دايره خلاص. فانت يا اما تدرس اللي جوه يا تدرس اللي بره. فلو حدرس اللي جوه هو عباره عن دايره لكن لو حدرس اللي بره هو عباره عن دايره خلاص كده دايره خلاص. انتوا كلكم فاهمين؟ ايا كان القطر اللي انا تحته يعني لو ثلاثه او واحد برضه اللي بره يبقى زي لا يعني حاجة على بعد واحد متر والقاطع الحتة دي كده ومطلعها لفوق والقادر برضه اللي بره اللي هو عبارة عن ربع جنيه مخروم. يا إما أدرس اللي فوق يا إما أدرس اللي تحت. طب لو حدرس اللي فوق هاخد إشارات اللي فوق لو حدرس اللي تحت إشارات اللي تحت. هو بيقسمها لك في بارت متشال تمام ملوش سبورتات وبارت شايل ليه سبورتات خلاص. بيقول لك اللي متشال الشيل اللي فوق. طب والشاي خلاص كده. يبقى احنا اول حاجه بنقولها ايه؟ بنقولها انت بتقطع سيكشن على شكل دايره يعني كانك بتجيب مقص وبتلف دايره كده بالريديوس بتاعها وبتقطع بتاخد جزء فوق وجزء تحت خلاص كده. الجزء اللي انت بتاخده بتديله مش ما انت قطعت دايما احنا لما بنقطع بيظهر عندي شير ومومنت صح كده. حلو. الشير اللي هيظهر عندي اشاراته ازاي؟ فانا بقول اللي بتشال الشير بتاعه لفوق خلاص كده. يعني بحط الاسهم الشير لفوق ما انا بقطع بيظهر عندي شير وبنت فاسهم الشير فوق في الجزء اللي بتشال. طب الشايل اسهم الشير لتحت يبقى احط كده خلاص. اسالكم سؤال هو انا لما قطعت مش انا قطعت على دايره يبقى الشير ده شمال ويمين بس ولا داير ما يدور؟ يعني لو انا هرسم 3 دي يبقى انا عندي شير هنا وهنا 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 معايا؟ كله فاهم؟ وهنا في شيء بتاع داير ما يدور. كله فاهم؟ ماشي عادي كده. تعالى هنا كده. بص يا سيدي. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ تمام؟ دلوقتي انا عندي بلاطه على شكل داير. حلو كده؟ عايزين نعمل ايه؟ انا عايز اجيب الشير والمومنت عند اي مكان. اي مكان يعني ايه؟ يعني على بعد مسافه يعني عايز على بعد مثلا 1 متر اعرف الشير والمومنت بكام. وعلى بعد 2 متر عايز اعرف الشير والمومنت بكام. وعلى بعد 3 متر من اول المره انا كده ادرسها من الزيرو وبعد كده 1 2 3 4 لحد الريدس كله خلاص. فعند اي نقطة أنا عايز أدرس عندها باخد سيكشن، حلو كده؟ يعني أنا على بعد 1 متر عايز أجيب الشير بكام؟ فهاجي على بعد 1 متر وأروح واخد سيكشن على شكل البلاطة، البلاطة دايرة، أروح لاف الدايرة اللي يصنع واحد. خلاص كده؟ كأني بجيب السكينة وأروح ماشي على بعد واحد وأروح لاف الدايرة، خلاص؟ ماشي؟ يبقى أنا كده إيه؟ فصلت البلاطة عن بعض، جزء داخلي وجزء خارجي. يا إما أدرس الداخلي اللي هو ده كده.
يا اما انسى الخارجي اللي هو حاجه عامله كده شلت منها دايره جوه شلت منها دايره انتوا معايا ولا ايه؟ حلو. انا دلوقتي عايز اجيب مومنت وشي. عشان اجيب مومنت وشي بعمل ايه؟ باخد سيكشن. السيكشن ده نفس شكل البلاطه، بما ان البلاطه دائريه فباخد سيكشن ده كده، باجي على بعد المسافه اللي عايز اسعدها واخد سيكشن ده. خلاص؟ كاني بفتح البلد والف دايره، خلاص؟ يا اما اخد الجزء اللي بره او اللي جوه، خلاص؟ اللي جوه اشاراته طالع، اللي بره اشاراته نازل، خلاص كده الشيب طالع، اللي جوه اشاراته نازل، انا اسف اللي جوه اشارات الشيب اللي فوق واللي بره الشيب اللي فوق، خلاص؟ حلو قوي. طب اسالكوا سؤال، هو انا قطعت فين؟ مش انا قطعت على الدايره دي صح؟ يعني الشيب بتاعي ده المايك، يعني انا عندي شيب كده صح كده؟ صح ولا ايه؟ انا الشيب بتاعي مكان ما قطعت فيه شيب، خلاص؟ يعني زمان لما كنا بنقطع عند سيكشن انا بقطع عند نقطه بيظهر عندي شيب على النقطه، لكن هنا انا باخد شيب يعني بلف دايره كده، فالشيب بتاعي موجود على خط، صح ولا ايه؟ كلكم فاهمين؟ حسيت هو عيب خالص، طب انتوا عارفين ايه؟ فاهمين؟ حلو بس انا بس انا ما فهمتش اللي بيحصل، خلاص؟ طب اسالك سؤال، هو انا لما كان عندي ديستريبيوتد دوز وعايز اجيب المحصله بتاعتي، خليك معايا. لو عندي ديستريبيوتد دوز 2 طن في الميتر جرام والمسافه دي 4، عايز اجيب الريزلت، كنت بعمل ايه؟ بضرب اللود في الطول اللي بيأثر عليه. طب الطول اللي بيأثر عليه 4 يبقى 2 في 4 كمان، صح كده؟ طب لو انا عندي دايره، حلو كده، وانا بقول لك اللود على الدايره. وعايز اجيب المحصله، كنت بضرب ايه؟ بضرب اللود الطول اللي بيأثر عليه، يكون على دايره، يكون على خط، يكون على اي حاجه. طب لو انا عايز اجيب المحيط بتاع الدايره، مش هو ده طولها؟ السيركمفرنس. السيركمفرنس بالظبط. يبقى انا لو عايز اجيب الطول اللي بيأثر عليه يبقى اجيب السيركمفرنس او المحيط بتاع الدايره، خلاص؟ طب هو بكام؟ اي دايره في البريمتر بتاعها 2 باي 1. خلاص كده؟ في اللود اللي هو ده. فاهمين؟ حلو قوي. طب لو انا عندي لود على اريا وعايز احوله كونسنتريتد فورس، يعني لو انا عندي اريا لوسيوم ده ريديوس مثلا 2 متر واللود 2 طن في المتر سكوير، لو انا عايز احول اريا لود لكونسنتريتد فورس اضربها في الاريا بتاعتي اللي محطوط عليها اللود، يبقى 2 في الاريا اللي نص عليها. طب الاريا دي عباره عن ايه؟ اريا باي سكوير، اللي هي باي ار سكوير، باي معايا ولا ايه؟ كله فاهم؟ ايوه ايوه اللي كنت صدق، يعني كان انا عايز اجيب محصله الشيء توتال شيء كده، خلاص هقول لك كده كله فاهم. نبدا بقى نعمل مساله، هناخد شويه مسائل كده نجيب لها الشيء. ناس فاهمه ولا مش فاهمه؟ الله يفهمنا يا باشمهندس. الفل رد يا عم، زعلان ليه؟ ايوه انت لا مش صوره ايه؟ حلو يلا بقى يلا يا جدعان خليكم معايا خليكم معايا. دلوقتي احنا عايزين نجيب الشيب، حلو كده. هو انا عشان ارسم الشيب في وسط الاجابه لما الشيب بيتغير، لو الار بي 0 يعني انا عايز اكتشن على بعد متر ده 2 متر ده 3 متر ده 4 متر، صح؟ انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب معدل الشيب، والمعدل دي تكون فانكشن في الار اللي هي ايه؟ المسافه اللي بحسب عندها، بعوض ب 0 هجيب الشيب عند 0، 1 عند 1، 2 3 لحد اخر الار، خلاص؟ يبقى احنا عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب معادله جنرال للشيب بحيث نعوض في اي مكان نعرف نجيب الشيب في وسط الاجابه، خلاص؟ حلو قوي. هنعمل ايه؟ أول حاجة هنعملها هناخد سيكشن على بعد الطول. ماشي؟ يعني بس اكتب لهم كده ستيبس كده عشان أول حاجة سيكشن ات يعني هياخد سيكشن على بعد مسافة جنرال اسمها ار، ماشي؟ تاني حاجة يا إما هياخد الأبر بار أو اللور بار، يعني أنا بقطع تمام، فباخد يا اما الجزء الداخلي يا اما الجزء الخارجي، خلاص؟ ده او ده، بس باخد كل واحد بالفورس اللي عليه، هقول لكم يعني ايه.
ثالث حاجه الابر بار يكون اللور. خلاص كده في الابر او داخلي من هنا حلو قوي. ماشي قلنا الانر بار الشيل طالع. طب الاوتر بار الشيل نازل. حلو. ثالث حاجه هنعمل اتزان اللي هي سوميشن فورس ريزيرف ايكوال زيرو. خلاص كده؟ تمام. افكر هو احنا زمان لما كنت عايز احسب الشيل لما انا عندي دي خليكم معايا لو عندي دي وعايز احسب السكشن الشيل على بعد كلمة مثلا عندي مثلا كونسنتريتد فورس 10 وهنا الشيل ب 5 هنا قصدي الفورس ب 5 لو انا عايز احسب الشيل على بعد 2 متر باخد سكشن ابص لك الشيل صعب. فكنت بقول ايه؟ الشيل تمام كنت بشوف مجموع الفورسز من الشمال وباخد اشارات الشمال فبقول الشيل ب 5 صح كده؟ هو ده اللي انا هعمله برضه هعمل سميشن الفورسز في زد عشان اعرف الشيل. تعالى اوريكم هنعمل ايه. يلا اول حاجه انا عايز اجيب الشيل هتلاقي السؤال بيقول لك ايه؟ جيت اكسبريشن فور شيل تمام يعني دي معادله لحساب الشيل عند اي مسافه خلاص؟ اول حاجه بنعمل ايه؟ اول حاجه ناخد سكشن على بعد سكشن على بعد مسافه خلاص كده؟ يبقى حاجه على بعد مسافه واخد سكشن خلاص كده؟ يقعد يجي في المسافه الارض لا ده مسافه فرض هو ممكن يقول لك بقى احسب عواضي عند ارض واحد عند ارض اثنين فساعتها هتعمل ايه؟ هتجيب معادله وتعوض اللي من ارض واحد من اثنين من ثلاثه ممكن ما يديش اكتر مساله يعني هي مساله هو بيقول لك جيت اكسبريشن عايز معادله اكسبريشن قول لي هو عايز ايه هي المعادله دي؟ هي هي المعادله طب ما احنا الصفقات هي ايه؟ هي صح؟ ممكن تكون الصفقات فيكس تمام؟ تاني الشيل ساعتها هيبقى ثابت لكن فيكس خلاص تمام طب اللود ده هو كونسنتريت اللود ده لاين لود وفي فتح في النص يعني في انواع مسافات كتير قوي ماشي بس هي الناس وفي كذا حاول نضبط نحاول كل حاجه دي معاك يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ هناخد سيكشن على بعد مسافه يعني انا ادي بلاطه اهي هاجي على بعد مسافه يعني في ار شمال وار يمين خلاص كده وار فبقى عندي دايره هنا كده في بلاطه بين ار صح؟ وفي بره اللي هي الحته دي كده الباقي هنا دي كده الباقي ده هنا شوت وهنا في لود حلو الكلام يبقى انا عملت ايه؟ انا خدت سيكشن على بعد مسافه اه. طب اللي انا قسمه ده عباره عن ايه؟ هي البلاطه على شكل دايره. جيت انا قطعت فيها على بعد ريديوس اسمه اه، طب طلع لي بلاطه فوق ريديوس تحت. يا اما ادرس اللي فوق يا ادرس اللي تحت، خلاص؟ اول حاجه هو مش ده سبورت صح؟ يبقى ليه رياكشن اللي هو هسميه مثلا ولا اه. خلاص؟ السبورتات دي مش داير ماي دود يبقى هي موجوده هنا وهنا. صح كده ولا ايه؟ انتوا معايا ولا ايه؟ السبورتات دي مش شمال ويمين بس دي داير ما يدور هنا وهنا معايا ولا داير ما يدور فاهمين؟ اسالك سؤال تدرسوا البارت اللي بره ولا البارت اللي جوه؟ يعني انا قطعت حلو كده على بعد مسافات فظهر لي شير في الجزء اللي فوق او الجزء الداخلي وظهر لي شير في الجزء الخارجي الجزء الداخلي الشيل اللي طالع لفوق والجزء الخارجي الشيل اللي تحت خلاص؟ معايا كده؟ تحبوا ندرس الجزء اللي فوق ولا الجزء اللي تحت؟ اللي فوق تعالوا نفكر الجزء اللي فوق انا ايه اللي مجهول عندي؟ مش انا عندي الشيل بس هو ده النوم لكن لو بصيت على البارت اللي تحت مش هنا في رياكشن وهنا في شيل يبقى انا عندي تو النوم صح؟ يبقى انا ما اعرفش ادرس البارت اللي تحت خلاص لازم ادرس البارت اللي فوق او احسب من اول المساله سميشن اف زد ايكوال زيرو اعرف اجيب الحل الثاني خلاص انتوا فاهمين لحد دلوقتي؟ يبقى تعالى نفرض احنا هنقول ايه؟ انا مش حاجة عشان ما اغلطش في الاكشن انا هاخد البارت اللي في الشارع فانا قلت ايه؟ قطعت وهاخد في الجزء اللي جوه خلاص؟ هو لو حسبنا الاكشن من الاول احنا مش عارفين عدد الرياكشنز كام عشان نقسمهم حلو الرياكشن ده بيأثر على ايه؟ مش الرياكشن ده كانه كونسنتريتد فورس بس موجود على حلقه
صح كده؟ يعني كانه مايدر. اوكي. صح؟ يبقى انت ممكن تقول لي ايه؟ ما هو الرياكشنز دي داير مايدر صح؟ بتاثر على طول ان هو المحيط الخارجي او الاوتر بريمتر للسيركت صح؟ يعني انا ممكن اقول اه بتساوي 2 في المحيط اللي بيأثر عليه الايه ده بكام؟ او الايه ده بكام؟ ب 4 يبقى 2 باي فاربعة. صح كده؟ ده كده الفورس اللي طالعه صح؟ طب ايه اللي نازل من تحت؟ مش انا عندي اريا دوت؟ يبقى ده بيأثر على مساحه صح كده؟ مساحه دايره صح كده؟ هي ماينس 2 في باي ار سكوير اللي بتأثر على ار سكوير في 2 سكوير ايكوال. يبقى من هنا جبت الرياكشن وتعرف تكمل بعد 4 كله فاهم؟ كله فاهم؟ حد اخدت حاجه؟ مش 4 كده يا باشمهندس مش 2 4 اللي هي الدايره كلها صح؟ برافو عليك 4 ماشي الدنيا كده بس الرياكشن بتاع ايه مش بتاع كده الرياكشن بتاع كده هو بيتاثر على على ده فالار بقى اللي هتطلع دي هي اللي اخدها ابدا بيها الحل في الاثنين. احنا خلينا نبدا ازاي ان انا هحل الجزء اللي جوه خلاص وهحل كل المره ثاني. يبقى انا قررت ان انا هاخد الجزء اللي جوه وادرسه. يلا ما عندناش غير الايكويشن واحده بس سميشن الفورسز اللي هي دي كل اللي هنتعامل فيها في السيرفر. ماشي. مش تاني. قولوا لي بقى ايه الفورس اللي طالعه لفوق؟ اللي هي الشير. الشير، طب الشير ده شير بلس شير بقت ايه شير ولا ده بيأثر على دايرة؟ شير بير متر ران برضه. بيأثر على دايرة، انت بتشير ايه؟ بس على دايرة. ايوه. انا بسألك كده في الشير. لا بقول لك طول هيبقى في الشير. يبقى الشير بيأثر على طول. دايرة الريديوس بتاعها اه في شير في 2 ده الفورس اللي طلع. طب ايه اللي نازل لتحت؟ اللي هو بقى الاريا لود. الاريا لود في الاريا اللي بيأثر عليها صح؟ احنا واخدين سيكشن على بعض اه يبقى الاريا لود بتأثر على مساحه الاريا بتاعتها بكام؟ باي ار سكوير. يبقى ماينس كاني عندي كونسنتريت فورس 2 في باي ار سكوير صح؟ يبقى ماينس 2 باي ار سكوير ايكوال. انتوا فاهمين ولا لا؟ هم فاهمين؟ طبعا تمام. لان ده نازل تحت وده طالع فوق. ما هو انا بقول سميشن اف اكس اف واي ايكوال 0 اللي طالع بوستيف والنازل نازل تحت. اللي هو الاثنين يعني؟ اه ما اي نازل تحت خلاص كده هنتعامل كله جامد. كلكم فاهمين؟ في اي حاجه صعبه؟ تعالى نكمل بقى. نختصر بقى. هشيل الباي مع الباي ار مع الباي. الاثنين مع الاثنين يبقى كيو والار مع الار كيو تساوي ايه؟ ايه دي الايكويشن؟ عايز تجيب عند ار بزيرو يبقى الشير بزيرو. عايز تجيب عند ار ايكوال 1 متر هتلاقي الشير بقى 1 متر على 2 يبقى 2 متر 3 ولا 3 4 4 هو ده الشير. فاهمين ولا لا؟ صعب؟ فاهم يا عمر؟ ناخد مسألة احنا هنقعد نقضيها الشير الاول. وباوندري كونديشن هقول لكم على شوية حاجات نفس كده باوندري كونديشن. ناخد مسألة ثانية. شباك مفيش حاجه داخل مساحه الفوي دي ميكروفيكيشن يعني مش انت عندك اي بلاطه عليها لو بتنزل صح كده يبقى ليها ديفليكشن صح وعند اي نقطه انا لسه شرحتها بس عليها يعني؟ اه زبط. اي بلاطه تنزل بيبقى فيه ديفليكشن بيختلف من النقطه للنقطه صح كده؟ اي المماس بقى عند اي نقطه تمام بس مش فاضي تمام اللي هي اي لوكيشن خلاص انا يهمني اعرف الاثنين لو لو الفاي دي كبيره معناها ديفليكشن خلاص؟ طب والام سي تا بقى؟ معلش حلو انا هقول لكم كل الكلام ايه بقى؟ لو انا عندي بلاطه على شكل مستطيل مش انت كنت بتاخد سيكشن على فوق على في اتجاه اكس وسيكشن في اتجاه واي صح؟ السيكشن في اتجاه اكس هنسميه الميكس وفي اتجاه واي ده فوق صح كده؟ صح فبتحط حديد في اكس وحديد في واي خلاص كده؟ طب لو انا عندي بلاطه على شكل زي ده البلاطه دي تمام بنحط لها حديد في اتجاه الميكس والعمودي عليه فبنحط حلقه على تلف حلقات كده وبتلاقي حديد ايه؟ خارج خلاص ده اللي فعلا بنعمله في السيرفر تايمز اللي في اتجاه الريديوس ده تمام جاي بسبب مومنت اسمه المومنت واللي في اتجاه الام سي الريديوس ده اسمه الام سي او ام دي تانجنشال خلاص تمام كله فاهم؟ ناخد مساله ثانيه كده شيء
انت عارف خليك معانا عشان بدل ما جايبك مش كويس كده. تعال اتفضل حضر. يلا بقى دي مساحه يلا عمر حضرت شويه. انت بتتكلم على الصحه بقى صح ما عارف يا عم انا شايفك بتوصل بقى. لا والله نسبه انت كل اللي بقول لك عادي يلا يلا بس خلينا نكمل. يلا انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب الشيء خلاص. انا قايل لك دي سيرفر بيت مش بي سيرفر بيت مش بي يعني هي عباره عن دايره وفي سبورتات دايره موجود واللود كونسنتريت الضغط موجود بره خلاص. جاي جاي سبب تدريب مثلا جاي كده كله فاهم شكل المساله؟ عايزين نجيب الشيل. عشان نجيب الشيل بنعمل ايه؟ باخد سيكشن على بعض مسافه قط ويا اما باخد البارت اللي جوه يا البارت اللي بره خلاص. يبقى هروح عامل ايه؟ هروح راسم الرسمه كده واروح عامل اه خلاص؟ وانقاطع تروح عامل لي كده اه واروح خلاص؟ وتاخد الجزء اللي جوه اللي هو ده او الجزء اللي بره اللي هو ده. بس اللي بره فيه رياكشن وانا مش عايز احسب الرياكشن دلوقتي. حلو الجزء اللي جوه احط اشارات الشير اللي هي شير بظهر ادي كيو والجزء اللي بره شير بظهر. حلو طب لو تعالى ندرس الجزء اللي جوه هعمل سميشن اف زد ايكوال زيرو. ايه الفورس اللي عندي في زد عندي كيو الشير والانويت في الطول اللي بيأثر عليه اللي هي 2 باي باي خلاص كده. في اي بوست تحت او فوق يبقى ايكوال زيرو يبقى الشير بكام؟ خلاص كده؟ اتفضل. لا المومنت ده بيعمل حاجه اه يعني ما بيعملش شيء خلاص كده؟ هقول لك بيعمل ايه بس السيكشن الجاي خلاص؟ ماشي هيعمل لك ريفليكشن وهيعمل لك ستوب اكتف وهيعمل لك ام ار وام سي كده مش هيعمل شيء. الشير ده بوس خلاص؟ هفكرك بحاجه لو انت عندك مساله زي دي وعندي كونسنتريت الدوت شمال وكونسنتريت الدوت يمين خلاص عايزين نجيب الرياكشن عشان تجيب الشيل. فلو خدت المومنت هنا هتلاقي ان ده واحد طن وده واحد طن بيلاشوا بعض صح؟ فهتلاقي ان الرياكشن خلص فار. لا دي مش فلتر بيت بتكلم على دي معديه دي معديه وفي كونسنتريت الدوت هنا واحد وهنا برضه كونسنتريت الدوت واحد. فلو خدت سميشن المومنت بتاع الدوت دي هتلاقي الرياكشن المفروض في مسافه بلس واحد ماينس واحد ايكوال زيرو. هتلاقي ده لو في نفس الدايركشن. ايوه ما هو في نفس الدايركشن. ده لو عكس ما ينفعش تفقد الاكس سيمتري. انت فاهماني؟ احنا بنبدا هيتكون شيء طبعا بس ده بس ده مش الكورس بتاعنا خلاص؟ كله فاهم؟ عشان تكون سنه سيمتري. ايه؟ اه طبعا احنا كل المسائل بتاعتنا سيمتري في السبورتات وفي اللودز وكل حاجه. خلاص؟ اه في اي حاجه؟ طب انا عايز اجيب الرياكشن. انت ماشي وتعالى ديسيربنس نفس الوش ما تجيش تاني. لو انا عايز اجيب الرياكشن اجيب الرياكشن ازاي؟ سميشن اف زد قبل ما اقعد قبل ما اعمل اي حاجه بروح عامل سميشن اف زد ايكوال زد. طب قولوا لي ايه الفورس اللي في زد؟ انا عندي فار في الطول اللي بيأثر عليه مقعد هيقول لك الميتر ده 4 متر يبقى الار هتتضرب في الطول اللي بتاثر عليه اللي هو 2 باي 4. في اي فورسز لزد تحت؟ ايكوال زيرو يبقى الرياكشن ايكوال زيرو. يبقى سواء خدت الشيل من بره او جوه لازم يطلع على السكشن. كله سهل؟ يلا ناخد واحده كمان. بس فاهم ولا مش فاهم؟ فاهمين يا باشمهندس. يلا ايه ده يا عمر ده كونسنتريت اللود يا عمر موجود في النص قال لي في النص عشان يحافظ على الاكس سيمتري نص الشمال نص اليمين خلاص. انا عايز اعمل ايه؟ عايز احسب الشيل اقسم بقى احاجي على بعد مسافه اه وقت واحسب الشيل او اروح عامل ار شمال وار يمين واروح طالع فيرتيكال مقطع كده مقطع كده ياخد البارت اللي جوه يا البارت اللي
راسمني حاجه كده خلاص حاجه تحت كده تاخد جوه على طول ايه تاخد جوه على طول ساعه جوه على طول ماشي تمام المساله بعديها خليك تاخد بره خليك ماشي السكوتات هنا بره طب ايه رايك تاخد جوه تمام المساله جايه يبقى انا عملت ايه قطعت فاخدت الجزء اللي جوه او الجزء اللي بره صح طالما قطعت احط اشارات الشيل الجزء اللي جوه الشيل اللي طالع الجزء اللي بره الشيل اللي نازل فتروح راسمني الشيل ده جوه الشيل وهنا الشيل وهنا طبعا في رياكشن والنبي اول حاجه تطلع مساله الرياكشن ما تتساويش خلاص حلو تحبوا تدرسوا انهي بارت اللي جوه ولا اللي بره؟ مش هتفرق اللي جوه ماشي تعالى ناخد الجزء اللي جوه تعالى نعمل سميشن اف زد ايكوال زيرو الكيو عندي اول حاجه الكيو في ال السكونس اللي بيأثر عليها اللي هو كام؟ 2 باي 1 وده سبب ده يا عم ده اللي غصب عليك اسمه هو يبقى العيال زادت والله انا تعبت انت بتقول ايه؟ بصوا انا حاجه بتعمل عليك جامد تمام؟ فاللي حصل ما اتكررش ده انت ترد عليه وانت هو رد عليك ماشي؟ عشان ما نعيطش بقى خلاص؟ ماشي كيو في 2 باي ار ناقص 10 ناقص 10 ايكوال زيرو صح كده ده 10 10 ايوه انت شايف ايه الفرصه اللي عندك كونسنتريتد على السنتر ايه باي 10 حلو ال10 دي محطوطه عند نقطه وقلت لك 10 يبقى دي كونسنتريتد فورس ولا على السنتر كونسنتريتد فورس موجوده عند نقطه بس في النص خلاص لكن لو هنا على بعد اي مسافه يبقى لازم تبقى واحد طن بالجدار عشان تحصل خلاص ماشي قوي ايه عشان مش معاك حسب هي دي النقطه بص على الواحد لو قال لك طن بر متر رن يبقى هتضرب في طول لو قال لك طن بس مش هتضرب في اي حاجه لو قال لك طن بر متر دي تروح تضرب فين خلاص انتوا فاهمين يعني اللود لو طن مش هضرب في حاجه طن بر متر رن بضرب في الطول اللي اسع اللي هو محيط لو هو طن بر متر سكوير هتضرب في ده ماشي حلو خلاص تعال ناخد الجزء الايه اللي فوق يبقى كيو في الطول اللي بيقص عليه اللي هو 2 باي 10 ماينس ال 10 ايكوال زيرو يبقى الكيو يساوي 10 على 2 باي 1 لا 5 على باي 1 خلاص معايا كده ماشي يبقى انا لو عايز ارسم الشيل هعوض عن ارك 1 2 3 4 4 4 خلاص اوعى تعوض في ارك 0 ليه؟ هيديك انفينيتي تعوض على ارك 1 و 1 خلاص يعني المعادله دي لو عوضت على ارك 0 هيطلع لك ايه الشيل بما لا نهايه خلاص تحت اللود مباشره يبقى شيء كبير جدا 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 عشان كده بقول لكم ايه لو انت مثلا بتجيب في الساب ولا حاجه مومنت ولا حاجه تطلع بره العمود يعني انت عندك العمود حاجه بالمنظر ده ما تاخدش النتائج عند نقطه العمود بالظبط لا اطلع مسافه على وش العمود يعني او تدرس مثلا على وش العمود شيل مثلا بقول لكم ايه اطلعوا شيل على الاثنين دي على الاثنين اتفضل هو مش المفروض عند العمود يديني شيل نفس كنت الاكشن الفورس نفسها لا ما هي المعادله هتطلع لك قدام خلاص عشان كده بناخد على بعد مسافه عشان النتائج ما تبقاش غلط خلاص نكمل نعوض لحد ايه نعوض عمود واحد لحد ايه لا يعني الاول المنظر من زيرو لحد البحر خلاص طب كده ما اجي ارسمها بقى مش عايز اكتبوا حاجه بقى هو الار رينجز من كام لكام قبل اي حاجه من زيرو من زيرو لحد الار الكبير اللي هو البحر يبقى دايما تكتب لي الار رينجز من كام لكام قبل ما تيجي شيل تقول لي الار من زيرو لحد البحر يبقى الشيل كيو ب 2 باي ار ناقص 10 ايكوالز كيو اهو عايز تسيح على عيني دي خلاص كده ولما اجي ارسم بقى الشيله يا باشمهندس هتبقى في السنتر بزيرو ولا؟ لا بالانفينيتي طب وهرسمها ازاي؟ يعني بص انفينيتي دي يعني ما لا نهايه صح؟ اه ارسمي حاجه عملها تبقى ما لا نهايه تمام خلاص سهل حواليك بس انت هتفضل هو تمام ان الار ما ينفعش لو تساوي زيرو بس لسه كنت واخد من عند الراجل معاك بس انا لو ما ينفعش يساوي هنا وهنا على النص مين انا؟ هتلاقي كل اللي فاضل يساوي يساوي؟ نحط يا سلام حضرتك المساله كلها لو هي دي المشكله انا هي دي يعني ايه؟ يا سلام يعني انا حصل تحت دول مباشره اللي هو بيطلع الانفينيتي طب حصلهم على ايه؟ قول لي بقى حصلهم على ايه؟ على الانفينيتي اجيبها منين؟
انا عايز اكلمك خزان لا طبعا هي دي وجهه نظر بس لا طبعا هي اه لو معاك الزيرو اه هي بتتكلم عموما يعني هو دايما الناس بتكتب لها ايه اورنج بيتكلم بس بالمساله دي حط لها ايكوال بس اكتب لها بس بعد الزيرو على طول بس خلاص كله فاهم تعالى اكس رياكشن انا كده حسبت الشير جيبوا لي رياكشن يلا رياكشن ده بجيبه ازاي الزد بعمل سميشن اف زد للمساله من غير اي حاجه يعني لو اخد فيكشن اجيب اهو الله يبارك لك اهو دلوقتي انا عندي 10 طن نوزعها 5 و5 صح؟ انت كده بتحل دي صح؟ حلو السبورت كده على نقطتين ولا داير ماينور؟ داير ماينور يبقى تعالى نعمل سبيشال اكسبت صح؟ هتطلع 10 على 2 فرق يبقى انا عندي الفورس اللي طالعه من فوق هي الار الطول اللي متقاس عليه اللي هي 2 باي 4 ناقص 10 ايكوال 0 خلاص يبقى الار تساوي 10 على 8 ساوى طب سؤال يا باشمهندس معلش هو انا ما كانش ينفع اطلع فوق في المعادله بتاعت الشير اعوض بالار اللي هي بتاعت الاوتر طبعا هو بيقول لي ايه بيقول لي طب مش انا جبت الشير طب ما اعوض عند الشير الار ب 4 الشير هو الرياكشن صح برافو عليك ولو حسبتها لما الار ب 4 هيطلع لك 10 على 8 خلاص فاهمين ولا ايه؟ ده بيقول لي انت حاج والله العظيم انت مشكله انا بحب السيشن ده لذيذ السيشن والله سلام لذيذ وتنظر شاطرين شويه يلا بلغى المساله تاني لو في حاجه بلاش طول ما انت قاعد لحد الساعه 4 الصبح وصل ايه؟ هو انت لو قدامي العصر 4 الصبح طب ايه والله المفروض تسلم عليا يعني اه الله يبارك يسلم عليك شفتك شويه يلا دلوقتي انا عندي ايه؟ بص يا سيدي ساعات في ال يبقى مثلا في نادي ولا حاجه تمام يبقى في عمود في النص كده تمام وطالع سيب بلاد ملبورن اه خلاص تشوف حاجه زي كده اخر دور بيبقى ايه تخطيط يعني ساعات بيبقى عاملها سلم كده سلم بلاد ملبورن يعني ادي عمود طالع عمود دايره كده وعامل لك سلم بس هو عامل لك مهسنه مظله عمود في النص تمام عامل لك بلاطه مظله خلاص هو ده اللي بس خلاص كده يبقى البلاطه هنا موجوده من فين لفين؟ يعني انا بقول لك ده كده بواحد وده كده باربعه، البلاطه موجوده فين لفين؟ ما بين الاربعه والواحد؟ من واحد لاربعه لان الزيرو واحد ده عمود وانا بغرس العمود ده لسه خلاص؟ عشان كده ايه؟ قالت لكم قولوا لي الار رينجز من كام لكام؟ خلاص؟ يلا بقى يا راجل يبقى السكشن بتاعك يبقى من واحد لاربعه خلاص كده؟ فاهم يا عمر؟ يبقى تاخد لي سكشن هنا كده اهو وده هسميها يبقى اول حاجه سهل او دايمنشن لاين عليه ار خلاص؟ واروح قاطع واخد الجزء اللي جوه او اللي بره تحب تاخد اللي جوه ولا تعالى اقطع؟ اهو ده للعمود يبقى انا هروح قاطع في عمارتي كده واخد الجزء اللي جوه اللي هو العمود حاجه عامله كده او الجزء اللي بره اللي هو حاجه عامله كده ماشي وادي هنا في ايه يا دول وانا قطعت على بعد مسافه اه والمسافه دي كده اللي هي واحد بس خلاص وبره خليكم معايا انا عندي المسافه دي كده اه المسافه الكبيره اللي هي ايه تساوي 4 فاهمين ولا لا؟ مش فاهمين معلش سؤال تاني
ايه دي اقيسها من النص ولا اقيسها من ايوه السنتر؟ طب ليه لما جيت اخدها الارك واحد من الناحيه دي ما كانت غلط؟ يعني لما جيت اخد الارك واحد دي خدتها من بره كده ولا مش لا لا الارك واحد معايا لا قدام يعني قصدي لما الارك ما تاخدها خدها من بره اه من اليمين ولا الشمال؟ اه من اي حته ما انت الارك دي دايره بيضوره انت فاهم؟ يعني هي يمين وشمال يعني هي يوصل الارك دي كده 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 فاهمني؟ يعني تعملها يمين شمال اي حاجه خلاص تعملها يمين شمال خلاص انا بس بقول لكم شمال يمين ليه عشان تقطع غير كده وتاخد الجزء اللي بره دلوقتي انا قطعت على بعد مسافه اهو من الشمال او من اليمين هي هي خلاص فهيبقى عندي فرق اهو وادي العمود اهو خلاص ادي البارت اللي هو اهو ادي البارت اللي هو والمسافه دي واحد منهم لكن المسافه دي ار اللي انا قطعت عليها صح؟ يا اسامه فاهم يا اسامه؟ وده كده ار والمسافه اللي بره هي كام؟ نهايه البلاطه دي على الارض كام؟ اربعه خلاص كده؟ فاهمين ولا لا؟ حلوة واللون ده منين ده؟ ترميت على السطور بس وده منين ده؟ ترميت على السطور وهنا في رياكشن اه اللي هو بتاع حلو ده تحبوا تدرسوا البارت اللي جوه ولا اللي بره؟ اي حاجه اللي فيه سبورتات اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي جوه يبقى تنزل خلاص؟ يبقى احنا بنشوف اللي فيه سبورتات ونبعد خلاص؟ نحل المرات دي احنا عايز من جوه يعني عيني يبقى انت لو عايز تدرس البارت اللي جوه يبقى لازم تجيب الرياكشن بتاع السبورت هتجيبه ازاي من الالتزام اللي هو خالص خلاص يعني انا عندي معلش مساله تاني كده وهنا في رياكشن خلاص حلو كده خليك معايا قول لي ازاي اجيب الرياكشن هو تعالى ده الاستميشن الفيزيك صح ار الفورس اللي طالعه فوق هي ماينس طب اللي نازل تحت هو عباره عن اريا لون بس ده بيأثر على الاريا الداخليه ولا الاريا الخارجيه ولا الاريا الداخليه الخارجيه ولا الداخليه الخارجيه ولا الداخليه الخارجيه ما هو ما بيأثرش على الاريا دي كلها ولا بيأثر على الاريا دي خالص هو بيأثر على الفرق ما بين دي ودي صح يبقى ماينس باي اول حاجه اللي هي لو في الاريا الكبيره ناقص الاريا الصغيره اللي هي باي في واحد 4 سكوير يبقى 4 سكوير ناقص 1 سكوير انتوا فاهمين ولا لا؟ انا عندكم ربع جنيه مفروض والاريا محطوطه على الخرسانه خلاص؟ فمش المفروض الارض دي اسرع من العمود على حسب ما قلت لك ممكن يعني الحكايه دي انت ما حصلتش ممكن تقول كده ممكن تقول يعني ممكن تقول ان الرياكشن ده عندهم يعني انت السبورت حواليك حاجه انت ممكن تقول ان الرياكشن بتاع السبورت ده تمام انت بتحوله يعني هقول لك مش احنا كنا رياكشن السبورت بنقول اه 2 باي المحيط الخارجي بيطلع الرقم ده احنا سميناه اه خلاص كده كانه كونسنتريت فورس صح؟ هو ده اللي انا عملته انا قلت ان هو كانه كونسنتريت فورس اه عايز تكسبه زي ما انت تقول اسمع تاني هو كانه لاين دوت ماشي هو هيعرفه لك يعني هو ساعتها يقول لك ايه هات لي الرياكشن طن الميتر او طن فساعتها انا هعمل كده يا دكتور اه في 2 باي جي اللي هي فاهمني؟ اهو يعني انت لو عايز تقول ان هو لاين بوت يبقى بيأثر على طول هو بيقل اللي بيقل اه خلاص كلهم فاهمين؟ خلاص انا سميت الدنيا كلها اه كده خلاص مش فارق اي حاجه انت داخل في الالتزام كله بيسكت بعض يبقى انا كده جبت الرياكشن صعبه؟ اللي هو هيطلع لي فور ولا ايه؟ 2 طن على السكوير او يعني انت سكوير صح؟ ايه؟ هو مدي 2 طن على انت سكوير صح؟ اه بتأثر على ايه؟ بتأثر على المساحه الخارجيه ولا المساحه الداخليه؟ نعم كنت وانا مش مهم الحركه دي بتطلع سكوير حلو اسالك سؤال دلوقتي انا عندي بلاطه وفراغ انا عندي بلاطه علشان فراغ كده كده واللود هنا انا يعني قول اسمع قول بص كده انا هسيبها حاسبه وانت انا بقول لك البلاطه دي
خمسة بخمسة حلو كده وفيها فتحة مثل كده وعليها اريا لود 2 دوت اللي كانت سكوير انا عايز اعرف اللود ده يعني عايز ايه البروسيس بتاعته فهتقول لي هضرب العود بالتالي هيتقص عليه تمام ايه اللي هيتقص عليه هو هيتقص على المساحه كلها اللي هي 5 5 لا 5 5 بس كده انا خدت الفرق واطرح منها اريد الفرق صح هي الاريا توتال ناقص الاريا بتاعت الفويد يبقى اول في 2 ف 5 5 ناقص 1 في 1 اللي هي المساحه كلها ناقص الفرق خلاص معايا ولا ايه؟ طب تعالى انا عندي دايره عندي دايره بس فيها بلد واللود بيأثر على الحته دي مش الاريا دي يعني الاريا بتاعت الربع دي المفروض هي عباره عن المساحه الخارجيه بس المساحه الداخليه اللي هي 2 اللي هي اللود المساحه الخارجيه اللي هي باي في 4 سكوير والمساحه الداخليه باي في 1 سكوير انتوا معايا ولا ايه؟ فاهمين؟ انا كل ما اجيب مساحه خارجيه بس ماشي لو جبت مساحه خارجيه بس انت كده حطيت اللود على الدنيا كلها ونسيت الفرق خلاص؟ كله فاهم؟ تعالوا نكمل يبقى الار ب 30 بار 30 بار ماشي 30 بار خلاص كده؟ ايوه ماشي ماشي والله مش هفكر فيه خلاص يا عم تعالى كده بس ماشي عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين نجيب الشيب فقلنا على سيكشن على بعضها وعلى فكره المساله في الاغلب بيقول لك هات لي رياكشن اول حاجه وبعد كده هات لي سبشن الشيب فهتضطر تعمل سبشن للسنت الاول خالص بعد كده تاخد سبشن هو السنت دي مساله امتحانات اه هجيب لكم الامتحان معايا امتحان هوريكم مساله الامتحان ماشي بعد ما نخلص زي المساله سيكشن اللي فاتت اي حاجه اشرحها هجيب لكم فاهم تمام خلاص كده ما تلاقوش يبقى الار ايكوال 30 بوينت تيجي تيجي مش الشيب هياخد سيكشن على بعض مثلا اه تقريبا نص كده هي المسافه دي اه شمال ويمين خلاص وراح طالع فيرتيكال كده واخد الجزء اللي بره واللي جوه خلاص بس قولوا لي الار رينجز من كام لكام؟ من 1 ل 4 من 1 ل 4 خلاص كده يبقى السكشن بتاعي 1 ل 4 ماشي يبقى لما اقطع هلاقي في جزء اهو وجزء اهو وادي العمود اهو في جزء كده خلاص كده؟ ايوه ناخد بره تاخد اللي بره ولا اللي جوه ولا انتوا عايزينه؟ اللي مكونه فيه باور اللي جوه 30 باور خلاص تعالى نجيبها من جوه خلاص كده اشاراتي بص انا هحكي مع دكتور تمام هي لما انا كنت بدرسها تمام كان بتقول لي ايه الجزء الداخلي لفوق والجزء الخارجي من تحت خلاص كده يبقى هنا هحط فورس لفوق كيو واللي بره فورس لتحت طب مش اللي جوه هو السبورتد يا باشمهندس؟ ايه؟ مش اللي جوه هو السبورتد؟ اه ما انا هتاكد ما هي بص يعني على حسب اللي بيشرح الشير برضه ايه؟ الشير يعني اشارته مش مهم هي تفرق الاشاره مش هتفرق في الاخر لما نيجي نصمم شير عايز رقم تمام؟ نجيب الشير ايا كان البريد بتاعته يعني انتوا لو درست بتاعتي هو مثلا بعد ما تخرجوا ان شاء الله فانت مثلا عايز تصمم قمر تمام دي ولا حاجه فانت هتجيب الشير سواء بوست او ايه شاري معاك تمام وتاخده تقسمه على البيت دي لو انت بتصمم قمر وتقارنه بالحلاوه لو محتاج تلات او اي حاجه خلاص؟ سالفه مش معايا سالفه خلاص فانا هتاكد بس ايه اكتبه ايه وارد عليه خلاص؟ بس هي انا شرحتها هو المفروض الجزء السبورت الشيل فيه تحت واللي مش سبورت الشيل فيه الشيل فيه فوق خلاص؟ وده اللي موجود في الكتاب اللي هي بتاعت الاطراف تعالى نكمل يبقى انا اول حاجه عندي دي مسافه اه تحبوا تاخدوا الجزء اللي جوه تعالى ناخد الجزء اللي جوه نعمل الاثنين يا باشمهندس اعمل الاثنين الاثنين اصل مختلف والله يلا تعالى ناخد الجزء اللي جوه الجزء اللي جوه ايه الفورس اللي طلع فوق عندي شيل مضروب في المسافه اللي بيقص عليها اللي هي كام؟ الشيل دي ما قدرتش في الاخر يبقى كيو في 2 باي ار ايه تاني؟ في اي فورس تاني لا ناقص اللود بقى لا ليه؟ ما في 30 اه 30 باي وعندي اريا لود تحت طب اللود ده بيأثر على الاريا دي كلها ولا الاريا الكبيره ناقص الاريا الصغيره؟ الكبيره ناقص الصغيره صح يبقى ماينس هي صح ولا لا؟ 2 في الاريا الخارجيه اللي هي باي ار في ار سكوير ناقص الاريا الداخليه باي 1 سكوير 1 سكوير صح؟ فاهم يا صح ولا لا؟ ساكت نايم ماشي مش فاهم؟ خلاص بعد كده جبنا الشيل
من اللي جوه. جوه مش ايه خلاص تعال نجيبهم بقى. يلا نجيب الشير من بره. ايه الفورس اللي عندي بره؟ الكيو واللود. كيو مع اللود صح بالظبط. كيو في 2 باي ار زائد ماي ناقصه زائد قصدي 2 في الاريا اللي بيأثر عليها اللي هي الاريا الخارجيه ناقص الاريا الداخليه. طب الخارجيه اللي هي 4 والداخليه اللي هي يبقى باي في 4 سكوير ناقص ار سكوير. صح صح شيء ايه ايه خالص ايه كده الشيء يطلع بالنيجاتيف ازاي؟ والله لو عوضت الثاني هيطلع زي بس صدقني انت عوضت البار بعد 30 بوينت لو ضغطت فوق الكلام هيطلع زي بس صدقني بلاش اعملها والثاني هيطلع بالنيجاتيف ايه؟ طب اديني 5 دقايق 10 حاجات بسيطه كده ايه افضل مش حاجه خلاص. انتوا فهمتوا الشيء بيتكلم ازاي؟ خلاص الهنج سبورت ده بيمنع اي حركه الهنج اكس واي بيمنع اكس واي وزد بس بما اننا بنتكلم على بليتس انا يهمني الحركه بزد بس يبقى السبورت ده بيمنع الحركه بزد ولا لا؟ يبقى الاوميجا دبليو ايكوال زيرو دبليو اي الفيرتيكال ديسبيسمنت والفاي هي السلوب عند اي خلاص؟ خليكم معايا. يبقى السبورت ده عنده ايه؟ عنده الاوميجا ايكوال زيرو او ال دبليو او الحركه الرئيسيه بزيرو هندلوك صح؟ طب الفيكس السبورت ده بيمنع ايه؟ بيمنع الحركه الرئيسيه. يا مصطفى خليك معايا. يبقى هنا الحركه الرئيسيه عند النقطه دي ايكوال زيرو والدوران عند النقطه دي ايكوال زيرو صح كده؟ حلو قوي. اخر حاجه اقولها لكم بقى لو احنا عندنا شكل دي سيرفر عندي لود مثلا ايه؟ ماشي ايه؟ دلوقتي احنا عايزين نشوف النقط اللي احنا عارفين عندها الباوندري كونديشن ده كده سيمبلر جيم حلو كده؟ وقلنا الريديوس ده ب 4 متر فين النقط اللي عندها سبورتات؟ عند ار بتساوي 4 متر ايه بقى اللي عند ار ب 4 متر؟ يبقى ار بيساوي 4 متر الاوميجا ايكوال زيرو صح؟ لانه بيمنع الحركه الرئيسيه. طب اسالكم سؤال هو انا لو عندي شكل في 7 يعني انا عندي ليه فيها 7 حلو كده؟ جينا نرسم الديفورمد شيب هيطلع لك حاجه عامله لو خدت المماس عند النقطه اللي بنبص لها بكام؟ بزيرو يبقى دايما اي شكل في 7 السلوب في النص ايكوال زيرو صح؟ طب في السيركلر بليس برضه نفس الكلام هتلاقي ايه؟ السلوب في النقطه اللي في النص ايكوال زيرو خلاص؟ يبقى تعالى اكتب الباوندري كونديشن للمساله دي ال ار تساوي 4 السبورت اللي عندي هنج السبورت بيمنع الحركه الرئيسيه وهتبقى تساوي 4 الاوميجا ايكوال زيرو صح؟ طب ال ار تساوي 0 في بلاطه ولا مفيش؟ في في يبقى السلوب ايكوال زيرو خلاص؟ دايما النقطه اللي في النص لو فيها بلاطه يبقى السلوب عندها يبقى فروم 7 دي ال ار ايكوال زيرو والفاي ايكوال زيرو صعبه؟ طب لو خدت السبورت ده كده يبقى ال ار تساوي 0 في بلاطه يبقى الفاي 0 طب ال ار تساوي 4 الاوميجا والفاي ايكوال زيرو صح كده؟ طب لو انا هرفع عمود في النص والبلاطه هنا يبقى اكس والمسافه دي ار 1 ويبقى كده ار 4 حلو قوي. اول حاجه عند ار بي 0 في بلاطه ولا في عمود؟ عمود يبقى ما فيش باوندري كونديشن ماشي انا حددت البلاطه بتاعتي من 4 لحد 1 صح؟ يبقى ده اللي بفكر في الباوندري كونديشن يا اما عند 1 يا اما عند 4 عند 4 في اي سبورت؟ يبقى تعالى نشوف عند 4 1 عند 4 1 السبورت هو ايه؟ فيكس فيكس يبقى عنده اوميجا بزيرو اوميجا بزيرو صعبه؟ بس كده خلصنا.
فاهم؟ راجل.